طبعا شفنا معاكم الانترو قبل شوي ومن خلاله طبعا اكيد عرفتوا من الضيف اليوم حياك الله الفنان والمخرج الجميل واخوي حبيب امير مطار. حبيبي الله يحييك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا اللي اعرفه زين احنا بنسولف كربع بصراحه. حلو. وفي انت موضوع قلت لي عنه يعني خطر الموضوع. لا 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 الموضوع لا الموضوع تمام. أوكي. بس انا في موضوع عرفته في الاونه الاخيره. الاونه الاخيره اي لان انت كنت عايش في مصر. صحيح. وجيت الكويت ما تتكلم كويتي. ايه ودشيت المعهد على طول المعهد العالي في الفنون المسرحيه. ايوه. فشلون هذه الطريقه شلون يعني ما شاء الله عشت في مصر كم سنه؟ 17 سنه انت كنت في مصر. ايه. فشلون رديت الكويت وعلى طول دشيت المعهد العالي في الفنون المسرحيه؟ والله ابي هذا انا التريك الفيلم القصير. ايوه. التريك والله شوف مشاري انا نفس ما قلت 17 سنه بمصر جيت المعهد عايش في المسرحيه طبعا مو انه ما اعرف كلش يعني بس بدليات فل 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 يعني تقرا الاشجار انها كذي يعني اي الجيم اي جيم وشي اي حلو والمعهد عايش في المسرحيه تعرف الناس التمثيل والاخراج لازم شوي هايبر يعني انا ما كنت يعني ما كنت كذي اللهجه كانت وايد مأثرة علي سنه اولى سنة ثانية تعدى الوضع معي أيه. يعني هي كانت سنة هي اللي ترك العانيت وقطات وانت لازم تتحمل و... أيه. عشان ترد الساعدة وكل ربع يعني هناك أكيد إيه. وشذي أكيد إيه. يعني خصوصا الاحتكاك أنت... وشذي أيوة بالضبط أيه. بس انزين خل هذا الحين احنا عرفنا ان انت كنت عايش في مصر صح انزين وتحية طبعا لإخواننا في مصر أيه. تحية لدولة مصر أي أيوة والله فنبي نعرف يعني ايش اللي حببك في الفن يعني شنو اللي خلاك ان انا رديت مثلا من بعد 17 سنه ودشيت المعهد العالي للفنون المسرحيه هو الوالد الله يرحمه كان مخرج اكيد عبد الامير مطر الله يرحمه فهو الموضوع كان بالعائله موجود يعني ان الفن وراثه يعني شيء كذي يعني ان التمثيل والفن مسلسلات مسرحيات كلها نشوف ذويقه يعني اي بس ما كان ببالي ان انا اجش امثل فاشوف من بعيد يعني أي. والله الوالد ليش ما تدش والله انت زين عرفت هذا الابر نظرة الهوى ابر الهوى ما نظرة المخرج صح نظرة أي. المخرج أي. فاول شيء انا كنت لا فكرت فيها من بعد الحاح طبعا من الوالد ودشيت المعهد العالي للمسرحيه انا كنت حاب الموضوع بس حابه من برا مو ان ما اكون انا الداخل امثله لا لا حابه من برا عشان كذي انا يعني حتى بعدين كان ودي ان انا اتخصص اخراج مو تمثيل حلو وبعدين تبطل التمثيل الوسط الفني يعني احنا ما نبي نتكلم عن الوسط الفني كثر ما نبي نتكلم عن دخولك في المعهد العالي في المسرحيه ايه. نبي نعرف الشباب منو تذكرهم من دفعتي دفعتك اي اوه دفعه جميله جدا الشباب عيسى دياب المخرج عيسى دياب طبعا محمد صفر حمد اشكناني عبد الرحمن السلمان ايه. المخرجه شيرين باباهاني ايه. طبعا وحصة جاسم نبهان حصة جاسم نبهان اي وايد كان عندنا ممثلين موجودين الحين حاليا أي. يعني صاروا نجوم يعني الله يوفق الجميع يعني كانوا معاي بالمعهد فطبعا وايد استفدت منهم صدق يعني في اول سنتين طبعا اول سنتين طبعاً وايد استفدت منهم يعني كستيج كمسرح وكذي وكتعامل وكدنيا وايد استفدت منهم حلو بس ما تغيرت نظرتك بعد اول سنتين قلت ها كنا ممثل افضل انت اوريدي قاعد تدرس التخصصين صح اخراج وتمثيل ايه؟ فما ما تغيرت نظرتك ولا لين الحين كنت مصر اخراج يعني ليه رابعه انا تلفزيوني ولا المسرح مسرح اكثر شيء مسرح اكثر شيء ايه؟ حلو بعدين تخصصت سافرت لندن انا درست هناك ايه؟ درست اخراج سينما ايه وخلصت طبعا خلصت هناك ورديت ماجستير ايوه خلصت ورديت بس الحين قاعد نشوفك طبعا اكيد في المسلسلات خصوصا في مسلسل عندما لا ينفع الندم ايه فقاعد نشوفك ان انت قاعد تدش في هالمسلسلات وقاعد تخوض هذه التجربه من خلال الدراما يعني صحيح فشو اللي غير امير مطر عن التخصص الثاني والله الصدفه مشاري يعني انا دشيت المعهد العالي للمسرحيه تخرجت تمثيل واخراج ايه؟ سافرت كنت بكمل اخراج يعني خلاص اي خلاص مقرر ايه؟ اخراج بعدين لما رديت كان عندي واحد من ربعي دفعتي طبعا المخرج عيسى الحمر ايه؟
والنعم. ايه نعم حالك. فاوكي عنده مسرحيه بمهرجان وقال لي امير دش وانا شايفك بدور وما شنو. ف المسرحيه تذكرها؟ امبلى صالح يعود. اي اللي كانت في مهرجان الكوميديا. ايوه صالح يعود كنت انا ومحمد صفر. ايه ايه واخراج عيسى الحمر. اي نعم. ايه فهذه كانت البدايه. ايه فمن دشيت حسيت نفسي انا عرفت شعور الستيج انت اكيد تعرف يعني. اكيد. ستانس يعني في وناسه وجمهور جدا وجمهور وفي ضحك و... فان الله هذا شعور حلو يعني. أي. فكان ودي اجربه مره ثانيه. كملت هم اشتغلت مهرجانات يمكن ثلاث اربع مسرحيات ورا بعض والحمد لله طقت جائزه افضل ممثل دور ثاني مهرجان الكويت المحلي ما شاء الله. وبعدين كملت خلاص قلت هذه سكتي يعني وكملت تمثيل. اي اي بس شنو ردود الفعل يعني الحين نتكلم عن المسرح ردود الفعل من المنتجين خصوصا لما شافوك انت كان ممثل شاب وشافوا امير مطر انه والله عنده طاقه. ايه شنو ردود فعل المنتجين يعني بعدها شنو اشتغلت شنو والله وايد شنو اول عمل انت جابلت الناس اللي هو المسرح الجماهيري يختلف عن المسرح النوعي يعني. وايد يختلف. ايه وايد يختلف. اول مسرحيه لك جماهيريه شنو هي؟ اول مسرحيه 2020 مسرحيه كومبارس مع خالد المظفر. خالد المظفر هذه كانت اول مسرحيه اخراج عزيز صفر طبعا وخالد واستاذ عزيز كانوا حاضرين المسرحيه اللي اخذت فيها الجائزه بالمهرجان. اوكي المحلي. فشافوني فتكلموا ان امير كنا كانت اخراج احمد الحليل. صحيح أيوة. كوميديا بالالوان. كوميديا بالالوان كانت صح في مهرجان اخراج المحلي. احمد الحليل وبطوله استاذ نادر حساوي. اي نعم. فهذه اخذت فيها الجائزه من بعدها على طول دشيت اي مسرحيه كومبارس وكان يعني بالبداية وايد صعب تجربة غير وايد غير المسرح الأكاديمي ومهرجانات غير الجماهيري بالضبط وايد مختلف النوعي لازم بالمسطرة وكيو والصمت هناك لا شوي لا. غير ايه. فليكسبل أكثر ايه. شلون لقيت يعني بالبداية كان وايد الموضوع صعب أول عرض نتكلم ولا من البروفات كان نبلش معك هذا الشيء لا من البروفات إنه يعني شنو قاعد يصير هذه عرفت شيء جديد إيه أنا يعني خريج مسرح وقاعد امثل مهرجانات هو خايف بس انه شيء جديد داش عليه بس شيء جديد كان ايه؟ وايد جديد بس استاذ عزيز وخالد كان وايد لهم دور يعني ايه؟ بالبدايه انا كبدايتي انا وايد كان لهم دور اعطوني يعني شجعوني اعطوني مساحتي اعطوني دنيتي حطوني مكاني صح هذا شيء زين وكومبارس من بعد كومبارس اشتغلت مع هم خالد مظفر مره ثانيه عزوب السالميه اي نعم وبعد عزوب السالميه اشتغلت مع الفنان الكبير طبعا طارق علي ابو حمود حلو شلون لقيت يعني خصوصا مع الفنان الجميل طارق علي شلون لقيت التعامل معاه من خلال المسرح احنا نعرف ان الفنان طارق علي يعطي فرصه حق الشباب طبعا. بس شلون انت لقيت هذه الفرصه انك تدش مع الفنان طارق علي خصوصا اللي هي اعتقد مسرحيه فرحان نسيب زعلان ابي يعني التجربه هذه شلون كانت والله كانت جميله جدا يعني لان انت الحين صعدت ليفل ثاني يعني اي يعني الحين انا اول ما بلشت هو ابو حمود شافك مسرحيه كومبارس شافني بمسرحيه كومبارس اي وكلمني يعني هذا اللي ونسني ان انا كان حاضر يعني ولا شافك شافها نزلت فيديو ف دق تليفون الو يعطيك العافيه كلمني بتليفوني اي فكان اول مره انا اعرف استاذ طارق من قبل يعني ايه؟ بس اول مره يدق علي تليفون يعني ايه؟ يكلمني على موضوع تمثيل فانا شفت المسرحيه وان دورك كان زين وان شاء الله لي قدام نشتغل مع بعض فانا استانست وايد يعني حلو. طارق علي داق علي التليفون فمن بعدها اشتغلت عزوب السالميه وكان حاضر هو كان قاعد يشوف البروفات وكان يمر فمن بعد عزوف السالميه كلمني على طول اول ما خلصنا العرض كلمني قال لي انا بيك معي بالمسرحيه الجايه ممتاز واشتغلت معه شيء حلو هذا وايد حلو يعني التجربتين مختلفه يعني مختلفين عن بعض وايد. يعني خصوصا مع الفنان خالد مظفر والفنان الجميل طارق علي وايد. فاكيد يعني هني تحس ان بالمكانين في له الخبره يعني بس طبعاً. هم انت نسيت الاخراج صح يعني ما كان في بالك هذا الشيء والله ببالي مشاري لا الحين ببالي الموضوع أي. يعني بس عرفت لما يقول راعي البالين كذاب مو الحين أي. يعني اذا انا ابي ادش انت تبي تركز خلاص دام دشيت التمثيل ابي اركز ابي بالضبط. استمر على هاللاين أي. اشوف ليه وين يعني الحمد لله انه للحين ماشي حلو حلو فابي اركز بهاللاين بعدين يصير خير وبعدين دشيت الدراما
اي دشيت الدراما من خلال مسلسل، يعني لما نتكلم اكثر عن مسلسل عندما لا ينفع الندم، لما نتكلم عن التجربه هذه اللي انت دشيت من خلال يعني شفت الفرق بين التلفزيون والمسرح، انه شلون هني المفروض اعلي صوتي او هني اوطي صوتي وشلون اتكلم وشلون الطريقه، شنو كانت ردود الافعال من خلال هذا المسلسل؟ والله الناس ما انت قلت وايد مختلف في الموضوع، المسرح عن التلفزيون وايد مختلف، لما تكون جاي من خلفيه مسرحيه او قاعد تشتغل بس مسرح تدش تلفزيون، الناس ما قلت ليفل الصوت لانه في مايك، صح ما انا قاعد اسوي الحين ليفل الصوت في مايك، حركه ايدك صحيح تختلف، في كادر معين صح. لازم تلتزم فشوي تتعب بالبدايه، انت تبي تاخذ راحتك ومسرح وتسوي حركات خصوصا اول يوم أول يوم أيه؟ ويكون الأوردر عليك أنت. شكرا. ليش أول يوم الأوردر أنا؟ أيه؟ أمير 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 أمير. كله. أيه؟ فأول يوم كان وايد. استرس طبعا أكيد استرس وأنت عارف حتى يعني لو بنقول دخولك للشخصية نفسها شوي يختلف، يعني أنت أنت عارف حاط شيء في بالك وبعدين يومية التصوير شفت شيء ثاني ممكن تغير بنفس اللحظة يعني. أيه؟ فزين شنو حبيت أكثر؟ المسرح ولا المسرح بدون ما افكر المسرح وايد بس اديت لك تجربه مثلا اذا جالك عمل اكيد في طبعا في الدراما اكيد راح اشتغل راح ترفض؟ لا ما راح ارفض، يعني عمل تلفزيوني كذا عمل زين وشي اكيد ما راح ارفض يعني. بس المسرح كحب كشغف كوناسه، المسرح رده فعل الجمهور لايف، كل الفيدباك قاعد يجيك لايف وانت واقف على المسرح من تسمع الجمهور صح. الصفقة غير التلفزيون حلو حق انتشار ان عشان الناس تعرفك تشوفك اكثر، بس حلاوته بعدين صح، بس المسرح تاخذ حلاوته بنفس الوقت نفس اللحظه صح، فهذا والناس تكتب كومنت بنفس اللحظه يعني فهذا الحين تعرف انت زين ولا مو زين الحين بالضبط صح الكلام هذا زين، يعني احنا الحين بنتكلم عن يعني الناس قاعد يقولون لنا والله انا مثلا في ناس يدشون كذا مسلسل بشهر واحد أيه. تلقاه يصور كذا مسلسل بشهر واحد، انت الحين مع الفنان محمد الحملي صحيح انت قاعد تمثل في اكثر من مسرحيه صحيح، يعني الحين شوف انعكست الدنيا شلون صايره، المفروض في المسلسلات الحين صار في المسرحيات شلون يعني في الوقت انك تنسق بين هذا وهذا؟ أهو الموضوع عند محمد الحملي المخرج الجميل محمد الحملي هو مرتب يكون محمد، يعني محمد الميستة قبل ما يدش أي بروجكت عنده أو أي شغل هو مرتب من سنة تقريبا، يعني يقول لك هو عارف أنه راح يعرض هذه المسرحية هلا بهالمكان من الساعة كم لساعة كم، وعارف هني شنو بيسوي بس كان الدرب من وين لوين أنت؟ الدرب من سالمية للجابرية مو وايد بعيد اي يعني سالمية زحمه يعني بس كان في فتشه يعني مو على طول وراها ممتاز يعني عندك اربع ساعات ثلاث ساعات حلو اي فتروح يعني تجهز حق المسرحيه يعني تسوي مسرحيتين بوقت واحد اي وايام ثلاث عروض يعني ثلاث عروض اي يعني عرضين مثلا ولا إيه عرضين سالمية مثلا سالمية اي وعرض موجب بالجابرية إيه. فالتعب شنو؟ تعب 2000 لا يعني انت البيت شي انت يعني ابي المكان يعني انت الحين خلص مثلا اول عرضين صح الـ يعني حتى يمكن ما في فتشه لو تلاحظ انت اكثر واحد يمكن حاس فيها وانا بس انت اكثر واحد لان انت الحين تطلع بعد عرضين وفي مسرحيه بعدك بنفس المسرح وفي ناس داشه طالعه بنفس المصافط ايوه اي هذه الفتشه وفي جمهور داش طالع انا هذا قاعد اتكلم عنه ايه بسياراتهم ودخولهم على المسرح باطفالهم اي فابي الفتشه هذه الفتشه اللي من السالميه ليل جابريه في مره تاخرت كذي صار في تاخير صارت مره تأخير حتى كنت لأن نسيت هدومي يعني كنت ماخذهم وحاطهم بالسالمية رحت الجابرية ولا المشكلة الهدوم ما المسرحية هذه هناك فوق تحت رد ليش ما دشيت كينج كونج عادي لا 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 عشان ما يخلينا دش مسرح مرة ثانية بس أبي الفتشة هذه شلون الاسترس ماله هي فيها استرس بس مع التعود مشاريخ خلاص يصير عارف ان خلاص تقسم طاقتك انت تعرف انت هني عندك عرضين بعدين راح تريح تروح بسرعه تبدل تقعد هناك ساعه أي.
تريح تدش العرض. في وقت يعني ساعة على ما يدشون. في ساعة على ما يدشون الجمهور على ما نلبس ميك اب. طبعًا هذه آخر مسرحيتين أنت شاركت فيهم. إيه. كينج كونغ. بس بعرف شنو المسرحية شنو أساميهم؟ مسرحية أطفال كينج كونغ. حلو. إخراج محمد الحميلي ومسرحية موجب إخراج محمد الحميلي. آه مسرحية موجب اللي صحيح. أعتقد السنة السادسة اللي عرف فيها. صحيح. مسرحية موجب. أيوة. يعني لقت نجاح جدا كبير والحين أعتقد أنتوا في كاست ثاني أو شيء كذي. أيه. يعني ما في أحد. لا لا كاست بس جمال الشط. بس جمال الشط. بس. منو كانوا الممثلين وياكم؟ المسرحية معانا محمد فايق موسى كاظم. جمال الشطي طبعا غدير حسن سوسن هارون سعاد الحسيني ساره قبندي من بعد ايه طبعا شام عبد الله الشام عبد الله الشام ما ينسى غدير حسن بعد قلت اعتقد غدير حسن ايه غدير يعني شوف المسرحيتين يعني مختلفه موجب شوي نقدر نقول مسرحيات كبار ايه وهذه مسرحيه كينج كونغ كينج كونغ اطفال ايه صغار, ايه صغار ايه يعني خل المسرحية أطفال الحين اثنينهم أعتقد بلاي باك و... لا بس كينج كونغ بس كينج كونغ موجب بلاي باك موجب يعني أنا أعرفك أنت فنان دائما تحب يعني تعطي اللي عندك تقول اللي عندك إيش كثر التزمت بالنص بمسرحية موجب بصراحة لا إحنا ما التزمنا بشيء من اللي كانوا مسوينا قبل أي. يعني إحنا منينا الكاست الجديد كان الهدف ان ما نبي نمشي على نفس اللاين هو الاحداث عشان ما تقلدون الممثلين أيوة اللي قبل حلو أيه. يعني كل أيه. واحد يصير يسوي شغله أيه. بس الاحداث هي إيه هي نفس القصه صحيح. الاحداث ماشيه نفس الحوارات الاساسيه أيه. نفس كل شيء الدراما الدنيا الخط أيه. ماله ماشي نفس حلو. ما هو حلو. بس شغل الممثلين وايد حاولنا نغير. نغير 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 طبعا ومعانا محمد الحميلي قاعد اي هذا لا شيل هذا لا اوكي أيه. هذا ثبت معانا يعني بس حاولنا وايد نوخر عن المسرحية الشغل القديم يعني الشغل القديم إنزين شنو يعني الصعوبة بين اللي قبل يعني أنت كنت ماخذ دور الحملي أعتقد صحيح. أبي صور. يعني حتى المسرحية أنت شفتها المسرحية أكيد شفتها هي. شفتوها ايه؟ حاولت أنا حاضرها مرتين المسرحية قبل ما أشتغل ايه. بس حاولت أنك أنت ها لا 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 ما بيأدش بنفس الشخصية اللي مسويها الحملي أنا هذه ساعات تصير ايه؟ يعني خصوصا انت شايف مسرحيه الشحات انا كنت يعني بلد. بعدين خذيت دور الرميان الرميان صح. فكنت كثر ما اقدر اقول الحوارات الرئيسيه ايه. وبس اقول لعبي اللعب غير ايه. لازم ايه. ايه. بس انت شايف ما شاء الله لعب الحملي كان يعني المفروض يعني شو اقول لك وهم مسكر من كل ايه. من كل زاويه ايه. حتى اي فنان ممكن يجي بعده ما يعطيه شلون لقيت هذه الصعوبه يعني اكيد كان في شيء او البدايه اكيد كنا الكل كان متخوف ايه. بالصدق يعني أنا لما كلمني محمد الحميلي قال لي تعرف مسرحية واتساب تعرف مسرحية موجب إيه تعرف دوري دور سو إيه قال لي شكرا كان أقول له عفوا لا مو ألو وينك حبيبي كان أروح للمكتب قلت له محمد يعني في ريسك في ريسك يعني الناس شايفين موجب خمس سنين شايفين وحافظينها هذا بعد ما تم الاتفاق معاك في مسرحية كينج كونغ أيوة حلو زين ففي وايد ريسك محمد إحنا كنا متخوفين أكيد وحاولنا كثر ما نقدر نوخر على نلعبهم عارفين لعبهم وين عارفين بس الحوارات الأساسية ملتزمين فيها بس اللعب كله غيرناه ويعني أنا أول مرة أشتغل مع موسى كاظم ومحمد فايق بس معاك بالمعهد هم كانوا معي بالمعهد صحيح. ملحق عليهم بالمعهد يعني اشتغلتوا أنتوا أعتقد في المسارح النوعية أكثر مع بس بعض. ما شغلت معهم ما اشتغلت ولا مرة ولا مرة اوكي هذه اول مسرحية اول مرة بس اعرفهم برا اي ربع ونسلم وشي تمام في المعهد وكذي في المعهد وشي وحتى ايه. بعد المعهد بس بالشغل مسرح وشي لا مرة. اول مرة اول مرة تلتقي بالكل ايه. ولا اول مرة بالكل الا سعاد الحسين اشتغلت معاها عند مع الفنان طارق يعني اي اللي هي في مسرحية اعتقد فرحان لا هلوسة كانت مسرحية كانت تصويرية اي مسرحية تصويرية عدل انزين يعني ما نشوفك وايد بالسوشيال ميديا إيه؟ بالفترة هذه يعني أنت تدري الحين الفنان مو شرط ينزل السوشيال ميديا كثر ما هو يكون متواجد في السوشيال ميديا أنا وايد مقل إيه أنت أنا ما أعرف أنت ما تدري ما أعرف عن السوشيال ميديا يعني أنا متابعك يعني أنت ما تدري أنا عن ما السوشيال أدري أنا ما أدري زين صدق ليش ما حتى الانستغرام راح تشوف كله بوستات مثلا شغل مسرحية ما شنو حقي ما في ليش ما أعرف يعني ما أدري ما مو يعني
والله يعني انت في في, في ايامك يعني الحين لما تحس انه الحين اليوم ما عندك مسرحيه واقفين كل المسارح تلقاني واقف تحس سوشيال ميديا واقف زين شو تسوي شو طالع حبيبي ابي 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 روتينك زين اليومي وين تروح وين ترجع يعني تسوي يعني حتى السوشيال ميديا انا شفتك توني قبل شوي قبل انا نبلش الحلقه فشفتك شوي قاعد تصور قاعد اقول يعني بالسناب وهو اقوى ولا بالانستغرام ولا يعني عموما بالسوشيال ولا هذا ميديا ولا هذا ولا شيء ولا هذا ولا هذا ما عندي تيك توك انا ما عندي تويتر حلو انت فاهمني انا وين انا فاهم. هني بهالحته سناب وانستغرام وبس شغل شويه بس وقت الشغل عرفت بالغلط اغنيه بالسياره يعني انا موجود بس غير شيء ما اعرف وزين ما فكرت او تحاول والله فكرت بس كل ما احاول كنت تتابع احد مثلا كنت تتابع احد والله مثلا انا والله بتابع فلان فلاني وبمشي على نفس الروتين اللي هو يمشي مثلا اي ما اعرف حتى لو انا في احد اشوفه شنو يسوي كل يوم ما اعرف انسى يعني انا مو وايد تليفون واصور فانسى يعني مثلا تلقاني رحت نادي ولا دوانيه ولا طلعت ولا ما صورت ولا شيء حلو مو ببالي التليفون وايد اي ف روتينك اليومي زين روتينك اليومي شنو؟ الناس قلت لك نادي اذا ما في شغل اذا ما في شغل دوام طبعا الصبح حلو خلص دوام نادي دوانيه طالعات خفيف لطيف بولينج هذه هوايتك هوايتك لا تشوفني وانا اسوي هذه انت هوايتك هذه انا عد والله توني جاي بتكلم عن شنو هوايات امير مطر اعطيتك انا هذه البولينج الكره الكره اي قدم وبولينج وللحين تلعب بولينج وكره اي لا مين فانت ممتاز يعني اوف عندي هذا بعت الريل عرفته اي عندي انا نبي نعرف شنو اعمالك الجديده ان شاء الله او قاعد تحضر على حق شيء مثلا لقدام شويه والله للحين انا للحين ملتزم مع محمد الحملي مسرحيه كينج كونغ للحين ما خلصت يعني عندنا ان شاء الله عروض برا راح نسافر فيها ممتاز اي ان شاء الله نفسها هي كينج كونغ كينج كونغ نفس أي. المسرحيه اي وبعد هذا للحين في بس في مسرح يعني اي هو المسرح هو اللي يعني بصراحه الشغف هذا هو اي حب حب والله اي حب والله حب مو طبيعي انت مجرب انا مجرب اكيد بس زين انت الحين في رايك يعني الناس الحين شنو قامت تحب قامت تحب الاعمال الدراميه اكثر خصوصا يعني ما اتكلم عن شيء يعني خاص انا بتكلم عن شيء عام سواء في الدراما او في يعني المسرح يعني الناس وين اتجهت اكثر حق الدراما ولا حق الكوميديا والله من 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 المكانين سواء في التلفزيون او المسرح الحين قاعد اشوفه ان الدراما اكثر لانه صار وايد اسهل منصات وكذي الناس قاعده ببيتها تشوف شنو الجديد يعني بس الحين صار انت تدري مشاري صار عندنا مو نفس قبل اقصد يعني صار عندنا وعي اكثر صحيح الناس اللي قامت تروح مسرح الحين مو بس رايحه تبي تضحك وبس ابي اشوف وبمشي رساله ابي إيه. إيه. فهذا اللي قاعد يخلي يعني في طبعا مسرحياتكم مولانا مسرحيات مولانا مبارك مانا الحين مسويه ضجه ليش؟ إيه. وانا رحت شفت المسرحيه لان في قصه في اخراج في تمثيل في ضحك مو بس الناس تي تضحك وخلاص لا في اشياء ثانيه الناس في ابهار في اخراج في فالناس تبي كذي فالناس لما تشوف هالنوع من المسرح راح يقبلون عليه اكثر صح لان الفتره طافت شوي الناس قامت تقل وبس تلفزيون دراما ما اشوف ما اروح مسرح لا خصوصا خلاص. عندنا في المسرح عندنا في الكويت يعني ايه؟ انت قاعد تشوف ما شاء الله الناس حابه المسرح و ايه؟ الحين صار في ثقافه ايوة صار في وعي اكثر صار في وعي ايه؟ فالناس قامت تتذوق قامت تروح تشوف والناس اللي تشتغل تسوي شغل الناس راح تقيمها وتعطيها حقها اكيد طبعا ف الحين انا اشوف حاليا ان الدراما اكثر ولكن مسرح قادم أيه. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب أيه. انا طبعا ودي اطول وياك الحلقه ونستانس بس وقت البرنامج خلص لا والله لا احنا وقت البرنامج خلص الله يعطيك العافيه ان شاء الله نستضيفك بحلقه ثانيه إن شاء الله طبعا كل الشكر لضيفنا اللي نورنا داخل الاستديو الفنان والمخرج امير مطر ان شاء الله نشوفكم بعد هذا الفاصل